الا بغيت نطلب منك تقولي غلط درتيه ما بغيتينيش نديرو، ما نديرش غلط في حياتي، اشنا هو؟ انت تقول لي ما تديريش هذا الغلط في حياتك شهرزاد. الغلط الاول اختي شهرزاد، وهو الا كنتي تبغي الحريه بواحد الشكل كبير بلا ما تتزوجي، حيت ملي غتزوجي خصك تنازلي على 50% ديال الحريه ديالك، ولا تلاقيتي مع شي راجل مريض مسيطر هذيك 50% كاع ما غتقدو، غيولي مستعمرك، وباش ترجعي الاستقلال ديالك خصك تدوزي للمقاومه المسلحه، حيت ما كاينش شي استقلال بدون مقاومه مسلحه. والغلط الثاني الا كنتي غتزوجي مع ولا تفرسكي العائله ديال راجلك، مع ولا سيرتو تفرسكي الراجل لباه امه بلا ما تجوجي على سنه الله ورسوله، شوفي شي سنه اخرى. وسمح لي على هذه الصراحه، راه المخاطب ماشي انت، المخاطب هو نحن، وانا تنحترم وتنعول على الذكاء ديالك. شكرا اختي شهرزاد.